استمركم اليوم باش نحكيو على البارتي جينيتيك اللي هي تخلينا نعملوا ديزالرجي اكثر. دونك كيما قلنا الـ دونك الـ الاتوبي الالرجي اللي هي الجينيتيك. العباد اللي عندهم عائلاتهم عندهم ديزالرجي بروبابلومون باش يعملوا ديزالرجي. دونك لي جين وحدهم ما يكفيوش باش تعمل الالرجي، هما حاجات بريديسبوزيوك باش تعمل الالرجي، ما وحدهم ما يكفيوش. دونك شنو من حل جين نجمو ياثروا؟ ريت الشيما اللي قرينا عليه كيفاش الالرجي تصير. اذا كان اي حاجه من لي كونستيتيون تاع الشيما هذاك يتاثروا، تنجم بروبابلومون تعمل رياكسيون الرجيك. ناخذ اكزامبل لي الالرجين موجودين لبرا، مثلا موجودين لبرا من البو. اذا كان عندك الالرجين كوتاني موجود لبرا من البو، اذا البو سيبوسي تخدم كبارير، ما تخليش الحاجات اللي لبرا يدخلوا. اذا كان عندي مشكله في البارير نتاعي، عندي ميوتاسيون جينيتيك تاثر لي في البارير نتاعي، فانه بروبابلومون الالرجين نجم يدخل اكثر، وينجم دونك يفرعس السيستم ميونيتير نتاعي، يعني نعمل كونترو الالرجي. دونك هذا واحد. كيف كيف مثلا لي سيلول نتاع الميونيتي يحكيو مع بعضهم، ما يحكيوش مع بعضهم بالكلام، يحكيو مع بعضهم باللي سيتوكين. اذا كان هاللي سيتوكين يكونوا فيهم ميوتاسيون، والا لي ريسبتور نتاعهم يكونوا فيهم دي ميوتاسيون، باش يتاثروا. دونك تذكروا مثلا انه حكينا على دي سيتوكين الانترلوكين 4 والانترلوكين 3 اللي هما مهمين باش السيلول بي تتعامل مع السيلول تي باش يعاونوا بعضهم باش يصنعوا هالي بلازموسيت اللي هما يصنعوا لي جي. اذا كان عندي دي ميوتاسيون في هذوما الزوز والا في الريسبتور نتاعهم، تنجم تخلق لي اون بريديسبوزيسيون باش تعمل الرجي. كيف كيف دونك عندي هذوما لي سيلول تي ريغولاتور. السيلول تي ريغولاتور حكينا انهم يركحوا الميونيتي، يقولوا لها ريض فيها البركة. إذا كان عندي ميوتاسيون تأثر فيهم، كيف كيف باش نكون ديفلوبي أكثر دي رياكسيون أليرجيك. دونك لي ميوتاسيون أون فيت بارش اللي نجمو بريديسبوزيو لي زالرجي، ما حصرتهمش في السيستم هذا، جست عطيت فكرة عامة عليهم. إن شاء الله أكون عاونتكم بها.